الصورة ننقلها مباشرة لعقد قران، وهذا رجل يعقد، رجل دين طبعا، رجل يعقد قران شاب وفتاة مصريين في ميدان التحرير. مشاهدينا الكرام، مباشرة من ميدان التحرير تلقى الشاب والفتاة التهاني بعد أن عقدا قرانهما في ميدان التحرير في هذه البقعة الجغرافية التي احتج فيها شعب مصر منذ يوم 25 من شهر يناير الماضي، مطالبين بإسقاط النظام المصري. مشهد استثنائي، ربما تحتاج مصر إلى شعرائها وأدبائها ومثقفيها جميعا لوصف هذا المشهد الاستثنائي. هذا الميدان الذي جمع المصريين جميعا وأقيمت فيه كل الطقوس الدينية، الصلوات باختلاف مواقيتها، القداس هذا اليوم يوم الأحد المقدس.